الإخوة الأحباء على المنصة، الإخوة والأخوات الحضور في القاعة، تأتي موسوعة المقدسات في فلسطين لتقدم وثيقة واقعية حول حالة هذه المقدسات الراهنة وما آلت إليه بعد جريمة النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني في عام 1948. وضع القيمون على هذه الموسوعة هدفاً مركزياً، وهو اعرف مقدسات وطنك واحمها، ولن تأتي حماية هذه المقدسات من ذرف دموع وبكاء وعويل على الحالة، إنما من معرفة، والمعرفة هي سلاح قوي نحارب به الجهل واللامبالاة والكسل والترهل والتشمع. فالموسوعة تقدم لنا معلومات أساسية عن كل قرية ومدينة فلسطينية مهجرة من شمال الوطن وحتى جنوبه، بكافة التفاصيل المتوفرة في المراجع على مختلف أنواعها، ومن ذاكرة الآباء والأجداد، ومن الأرشيفات المختلفة. وجرى تدعيم النص وتعزيزه بمجموعة كبيرة من الصور القديمة المقتبسة من مصادر معروفة وأخرى جديدة، ومن صور فوتوغرافية قام طاقم المؤسسة بتصويرها لتوثيق الحالة ونقل المشهد الحاصل واقعياً ميدانياً. أضف إلى ذلك إرفاق مجموعة من الوثائق والمستندات والبيانات التي تقوي الحق وتمكنه أكثر وأكثر في مواجهة آلة الاغتصاب والتدمير والطمس الإسرائيلية لهذه المقدسات. والإضافة القوية والمتميزة لهذا العمل الهام والمركزي مجموعة كبيرة ومهمة جداً من الخرائط الهندسية التفصيلية التي تشمل خرائط مساحة للمقابر مثلاً وتحديد مواقعها وإحداثياتها، وخرائط مخططات لمساجد وكنائس ومقامات، منها ما أبيد ومنها ما هو في حالة انهيار ومنها ما هو في حالة متوسطة أو شبه جيدة. إن المعلومة والصورة والوثيقة والخريطة الهندسية والمساحية، كل هذه مجتمعة تمنحنا صورة واضحة وموثقة للمقدسات، وتمنحنا أيضاً العزم على المطالبة بحمايتها والاستعداد لعودة الأهل إلى قراهم ومدنهم والشروع ببناء ما هدمته الأيدي الآثمة. هذه المكونات التي ذكرتها أعلاه تعزز بقوة وزخم الذاكرة الجمعية لأبناء شعبنا بالمكان الذي يحمل في طياته ذكريات ورموز لا يمكننا مطلقاً نسيانها، فهي حية في وجداننا وعواطفنا وعقولنا وقلوبنا وحياتنا. قال بن غوريون: الآباء يموتون والأبناء ينساون. ونحن اليوم نقول له: موسوعة المقدسات في فلسطين ترد عليك بأن الآباء ماتوا، هذا حق، لكن ذاكرتهم لم تمت البتة، بل هي حية توارثها ويتوارثها الأبناء. قضيتنا لم تمت ولن تموت أبداً، فهي حية في هذه المقدسات وفي كل حجر من حجارتها وفي كل حجر ومدماك من حجارة بيوت قرانا
ومدننا المهجرة إلى أن يعود أصحابها أصحاب البلاد الأصليين. المتصفح لهذه الموسوعة سيدرك حالاً أن عملية إخراجها إلى الوجود لم تكن سهلة أبداً. احتاجت هذه العملية إلى جهد كبير من وقت طويل، وفوق ذلك تعاون واسع منقطع النظير بين الطواقم التي عملت على مختلف توجهاتها واختصاصاتها. أيها الإخوة، إن العمل الجماعي والجهد المبذول في هذه الموسوعة هو خير دليل على التوجه العلمي والعملي المدروس في الموسوعة. وأنا أطرح السؤال هنا: ما هي مساهمة هذه الموسوعة في تعزيز العلاقة الإنسانية أولاً بين أبناء شعبنا وأرضهم ووطنهم ومقدساتهم؟ لا أريدكم أن تجيبوا، فالجواب في السؤال. إن الموسوعة تبغي هذا الأمر، وقد حققته نظرياً حتى الآن. ولأن العمل مدروس بدقة وجرى إخراجه بصورة رائعة وأنيقة، فكل ثقة أنه سيحقق هذه الغاية ويأتي بثمار لطالما انتظرناها بشوق ولهفة. تبقى مسألة واحدة أرى من الأهمية بمكان الإشارة إليها، وهي كون هذه الموسوعة مرجعاً مركزياً ورئيسياً لكل باحث مهتم بقضية المقدسات، ولكل قارئ قلق على هذه المقدسات، وكل فلسطيني وعربي لا تعرف عينه النوم إلا بعد أن يطمئن على المقدسات. فالموسوعة عين من العيون الساهرة على المقدسات. ولقد قال زميلي وأخي البروفيسور أحمد ناطور بأن توزع هذه الموسوعة على رؤساء الدول العربية، وأنا أضيف وأقول بأن هذه الموسوعة من الواجب أن تكون في بيت كل عربي في فلسطين وخارج فلسطين. وأنا أخيراً أثمن هذا العمل وأقدر الجهد الذي بذلته مؤسسة الأقصى بكافة طواقمها، وأنا رافقت هذا العمل لسنوات طويلة وسأرافق طبعاً القسم الثاني منه. أنا فخور ومعتز جداً بهؤلاء الشباب وأيضاً الرجال الكبار الذين بذلوا الجهود الكبيرة في سبيل إخراج هذا العمل، شاكراً بمحبة كل من ساند ودعم وعمل وآزر. فيد الله مع الجماعة. مبروك العمل ودمتم.